في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، انتظر فريق الدفاع الحسين الجديدي حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليهتدي إلى شباك فريق المغرب الفاسي. وليد أزارو استغل خطأ في الدفاع، مرى كرة فوق طبق الأمين زكريا حدراف الذي يسجل الهدف الأول. الهدف ترك بعض الارتياح لدى أنصار فريق الدفاع الحسين الجديدي. نتابع بالعرض البطيء طريقة استخلاص الكرة من المدافع، تمرير الكرة في اتجاه حدراف والهدف الذي ترك بعض الامتعاض لدى مدرب فريق المغرب الفاسي. في دقيقة الجولة الثانية خطربت خطأ للدفاع الحسين الجديدي، نفيدها حدراف، الدخول الحارس الكناني، الكرة يتوصل بها زكريا حدراف يسدد بكل قوة والهدف الثاني. وفرحة لا توصف للعميد حدراف بهدفه الثاني. الهدف كان له الوقع الإيجابي لدى الطاقم التقني للدفاع الحسني الجديدي. نتابع بالعرض البطيء ومن زاوية أخرى الطريقة التي سجل بها الهدف. زكريا الإسماعيلي ينقذ فريقه من كرة لكنها تستقر أمام رجل زكريا حدراف والهدف الثاني. ونتابع الهدف الأول لفائت فريق المغرب الفاسي، خروج خاطئ لخالد العسكري يستغل من طرف وسام البركة الذي يمرر في اتجاه بن شرقي، والهدف الوحيد لفريق المغرب الفاسي هو الفوز السادس للدفاع الحسين الجديدي والهزيمة العاشرة للمغرب الفاسي الذي يحتل المركز الأخير ب 24 نقطة. اللقاء ينتهي بفوز مستحق للدفاع الجديدي على المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد.